بسم الأب والابن والروح القدس، الله الواحد آمين. بمشيئة ربنا هنبتدي الحديث عن مدرسة اسكندرية وآباء مدرسة اسكندرية. ولما بنتكلم عن مدرسة اسكندرية ما نتخيلش المدرسة بالصورة اللي في ذهننا حاليا، إنها عبارة عن مؤسسة ومبنى وعميد ومعاه أساتذة وطلبة بصورة يعني كلاسيك. لكن مدرسة اسكندرية في الواقع أقدر أقول إنها تمثل فكر حي مع وجود التنظيم، لكن اللي يشغل ذهن الكنيسة في ذلك الوقت إزاي المدرسة تكون السبورت أو المعين للكنيسة، دايما بتهيئ قادة وبتهيئ مؤمنين يحملون فكر الإيمان الحي. هنشوف مدرسة اسكندرية أنها مش مجرد جانب لاهوتي، ولكن مدرسة اسكندرية تمثل عمود فقري في الكنيسة، لدرجة أن كان غالبا ما يختار البطريرك من عميد من عمداء مدرسة اسكندرية، كان العميد بعد شوية يبقى هو البطرك. ونقدر نعرف مدى العلاقة القوية اللي كانت بتربط بين المدرسة وبين الكنيسة. ما يشغل المدرسة مش انه نطلع مجموعة دراسات، ولكن ما يشغل المدرسة تقديم الإيمان الحي العقيدي والعملي في نفس الوقت، اللي يحمل فكر إنجيلي حي، واللي يقدم أيضا الوديعة اللي سلمت للكنيسة منذ عصر الرسل. ولذلك هنلاحظ في مدرسة اسكندرية بالذات أنها تمثل الفكر المتسع والروحي، وما فيهاش الجمود وما فيهاش الحرفية، لأنه الخط الرئيسي فيها هو الحياة مع أو في الثالوث القدوس مع الله الآب وفي المسيح يسوع بعمل روح القدوس. عايز ابتدي ازاي بدت مدرسة اسكندرية، وايه اللي كان يشغل عمداء مدرسة اسكندرية، وايه مدى علاقتها بالكنيسة. هذا الموضوع مش موضوع يخص دراسة نعمل به بامفلت او كتاب او مجلد، ولكن ده موضوع يخص بحس يمس كياني وبيمس كنيستي وبيمس كراستي وشهادتي للمسيح. واحب اعترف انه دراساتي او اعداتي بخصوص مدرسة اسكندرية كان لها تأثير عميق جدا في دراستي للكتاب المقدس، وربما كان الموضوع الجوهري في تفسير الكتاب المقدس في السلسلة اللي عملتها عن من تفسير وتأملات الآباء الأولين للعهد القديم والعهد الجديد، إن كثير منها متاخد من مدرسة اسكندرية مع المدارس الأخرى والآباء الآخرين. وأيضا من خلال المدرسة دي اكتشفت قد إيه صدقوني بحس إن آبائنا كانوا أكثر اتساعا في الفكر وأكثر اتساعا في القلب والحب ومن مننا وإحنا في القرن 21، زي ما هنشوف بعد كده. بحسب كلام القديس جيروم، إن اللي أنشأ هذه المدرسة هو ماري موروس. دخل ماري موروس اسكندرية لقي ثلاثة جروبس أو ثلاث مجموعات. هي اسكندرية كانت خمس أحياء، ولكن كان فيها ثلاث مجموعات تكاد تكون كل واحدة معتزة بذاتها. المجموعة الأولى مجموعة المصريين، وهي مجموعة أبناء الفراعنة اللي بنوا الهياكل واللي عملوا الأهرام وأبو الهول واللي يعتزوا بالفنون وبالقدرات من جوانب علمية كثيرة زي التحنيط والنحت والرسم إلى آخره. فكان الإنسان المصري أو القبطي يعتز أنه ليه كلتشر فريد إذا قورم بالكلتشرز أو الثقافات الأخرى. فمن الصعب أن الواحد يسحب واحد من هذا
الكالتشر أو هذه الثقافة والاعتزاز بيها، وتقول له تعالى في إيمان عام في العالم كله، اليهود والأمم من كل العالم. ولو إنه الكالتشر المصري زي ما هنشوف دلوقتي ساعد كان ماري مرقص وساعد الأساقفة والكهنة بعد كده في نشر الإيمان، لأنه حاجات كتير في المعتقدات الفرعونية هيأت الجو لقبول الإيمان المسيحي. فالمجموعة الأولى مجموعة أبناء الفراعنة المعتزين بثقافته، المجموعة الثانية مجموعة اليونانيين وعاملين مدرسة كبيرة اللي هي مدرسة اسكندرية الفلسفية اللي أنشأها بطليموس، وفيها أكبر مكتبة في العالم كله في ذلك الحين، كانت بتقدر بحوالي يمكن 3/4 مليون مخطوط وكتاب. كان أي واحد يعدي على اسكندرية يفتشوه ويفتشوا السفن، إذا لقيوا كتاب مش موجود في مكتبة اسكندرية ياخدوه منهم ويعملوا منه نسخة ويرجعه له. فكانت مدرسة اسكندرية الفلسفية تعتبر حاملة المكتبة، مش موجودة في العالم كله. وكان أيضا بها كثير من الفلاسفة كانوا يعني في نقدر نقول على مستوى أثينا، يعني كان أثينا تعتبر المركز الرئيسي للفلسفة في الغرب، وكانت اسكندرية تعتبر المركز الرئيسي للفلسفة في الشرق. ودول طبعا يعتزوا بفلسفتهم وثقافتهم. المجموعة الثالثة وهي مجموعة اليهود، ودول كانوا يعتبرهم شعب الله الخاص اللي ما فيش حد زيهم، ويعتزوا بديانتهم، وزي ما احنا عارفين قد ايه قومه السيد المسيح وتلاميذه والكنيسة بعد كده. فماري مرقس دخل لقي ثلاث مجموعات متنافسة مع بعضها البعض، وكل واحدة معتزة بثقافتها. مش عايز اتكلم ازاي نشأت المسيحية في مصر، لكن بحسب فكر ماري مرقس حاسس ان لابد للخدمة في اسكندرية تحت من احتياج الى فكر يقف قدام هذه الجماعات الثلاثة، فانشأ مدرسة اسكندرية. وكان القصد منها انها ازاي تواجه الفكر المصري والثقافة المصرية او الفرعونية وتستفيد منها، وازاي ايضا تواجه الفكر اليهودي وتستفيد من نبوات العهد القديم والرموز وغيره، وازاي تواجه ايضا اليونانيين وتستفيد ايضا من الفلسفة اليونانية. اروع ما في هذه المدرسة في الواقع انها ما جاتش لكي تقاوم، ولا جات علشان تسرق من الثقافات الاخرى، لكن جات علشان تقدم الحياة وتقدس الثقافة، وكل ثقافة تاخد يعني تتجاوب معها، تقبل ما هو حق فيها وترفض ما هو باطل. في القرن الثاني في الوقت اللي كان فيه ترتليان في الغرب، في غرب أو شمال غرب أفريقيا يمثل اللاهوتي الغربي، كان يقف يقول يا جماعة ايه اي اتفاق بين الفيلسوف والمسيحي؟ اي شركة بين الكنيسة بإيمانها او بين الإيمان والفلسفة؟ فكان ينظر الى الفلاسفة انهم اعداء، وان الفلسفة العدو اللدود للإيمان. في نفس الوقت كان إكليماندوس الإسكندري في القرن الثاني في نفس الوقت في الإسكندرية يقف يقول ايه؟ يقول الله الذي أعد اليهود بأن إداهم العهد القديم بما فيه من رموز ونبوات وشريعة وغيره وأحداث تهيئ لمجيء المسيح، الله نفسه الذي أعطى أيضا الفلسفة لبعض الفلاسفة، وإن كانوا قد أفسدوا بعض الجوانب منها، لكن هذه الفلسفة عطية
من الله لكي تهيئ الأمم لقبول الإيمان. ولذلك يقولوا عن القديس كليمندوس الإسكندري أول من قام بسموه التزاوج، عمل مارج سيليبريشن بين بين الفلسفة والإيمان. فمدرسة اسكندرية ما جاتش لكي تنافس مدرسة اسكندرية الفلسفية ولا لكي تحطمها، ولكن جات لكي تقدس كل شيء وتقتنس من الفلسفة أو تستخدم الفلسفة كصنارة لكي تسحب كل قلب للتعرف على سر الإيمان المسيحي وسر الثالوث القدوس وعمل الخلاص. فمدرسة اسكندرية كانت متسعة الفكر جدا، ما تاخدش موقف السلبي والهجومي، لكن تاخد الموقف الإيجابي والفكر المتسع عشان تكسب الكل. يبان اتساع الفكر ان في هذا القرن، القرن الثاني، كانت مدرسة اسكندرية تضم من كلا الجنسين رجال ونساء، وأيضا مدرسة اسكندرية كانت تضم من كثير من الأجناس، من ممكن واحد من آسيا الصغرى أو من روما أو من سوريا. فكانت نقدر نقول عملت جو مسكوني رائع ووحدة في الفكر، لأنه كان كثير من القادة أو اللي بعد كده صاروا قادة كانوا يتمنوا ييجوا يتتلمذوا في مدرسة اسكندرية، فإدت وحدة بدون عجرفة أو كبرياء أو اعتداد بالذات. يعني مش صحيح أول معهد لاهوتي في العالم كله مسيحي، أول معهد لاهوتي مسيحي كشهادة أغلب الدارسين، ولكن ما كانش الهدف بتاعها الرئاسة أو القيادة، الهدف بتاعها أن تشتهي العالم كله يدوق المعرفة الصادقة الحقيقية المسيحية المتسعة الفكر اللي فيها روح الحب والوحدة بدون تشامك. أيضا مدرسة اسكندرية بنسميها مدرسة يعني انسكلوبيديا، يعني عبارة عن دائرة معارف، ما كانتش بس الجانب اللاهوتي، كانت تدرس الفلك، تدرس الفن، التاريخ، الأدب، النحو، اللغة. فكانت مدرسة تضم العلوم إن صح التعبير العالمية مع الجانب الروحي والجانب الإنجيلي، وفي نفس الوقت تعتبر مدرسة إنجيلية من الدرجة الأولى. ما يشغل ذهن عميد المدرسة وأيضا الطلبة بتوعه هو الكتاب المقدس، دون فصل بين الكتاب المقدس والعلم، ودون فصل بين الكتاب المقدس والحياة. مدرسة اسكندرية أيضا كانت تمتاز أنها وهي تهتم بالجانب العلمي كانت تهتم أيضا بخلاص النفس. فكان المدرسة في حقيقتها عبارة عن عميد ويجوا يتتلمذ عند أو حواليه مجموعة كبيرة من الناس، وكان هذا العميد بتول ناسك محب للإنجيل. يعني نسمع مثلا عن أوريجانوس أنه يقضي أغلب الليل راكع فاتح الكتاب المقدس، يقول عبارة جميلة، يقول يا ترى لربنا، يقول له يا ترى هل في السماء هلاقي جمال ومجد وسعادة أكتر من باخدها وأنا بفتح الإنجيل بتاعك؟ ده يدل على أنه هو بيفتح الإنجيل كانت السماء تتفتح قدامه، وكان بيدوق عزوبة الحياة مع ربنا، وكان يشعر أن الكتاب ده حياته كلها. فكان يقضي أغلب الليل راكع مصلي مازج الصلاة بقراية الإنجيل، وأغلب النهار مع التلاميذ يكلمهم عن الإنجيل. فهي مدرسة إنجيلية من الدرجة الأولى. ولذلك لما يتقال عن الكنيسة الأرثوذكسية
مش إنجيلية، ده هي أصل نشأتها، ده بداية الكتاب المقدس تفسيره بدأ في مدرسة اسكندرية، وأول واحد أخد جوانب علمية في دراسة الكتاب المقدس مدرسة اسكندرية. ما ننساش أوريجانوس عمل كتابه اللي هو السداسيات، وأحيانا يسمى التسعيات، يحط النص أحيانا بالعبري، وبعدين النص العبري بلغة يونانية، وبعدين يحط ترجمات كثيرة بحيث الواحد ممكن يقرأ الآية في 9 نصوص أو 9 نصوص وأحيانا 6 نصوص. بيقولوا أن الكتاب ده قعد فيه 28 سنة يشتغل فيه. الموضوع النهاردة طبعا الكمبيوتر بيسندنا، كان الوقت ده لا في كمبيوتر ولا إمكانيات، فتخيل لما واحد يمسك الكتاب المقدس يقسمه بهذه الصورة، العمل العلمي الفائق اللي عمله أوريجانوس. نقدر نقول ان مدرسة اسكندرية منهجها زي ما كثير من العلماء بيقولوا كان بياخد 3 مراحل، وعبر عنه القديس كليماندوس بال3 كتب بتوعه. الكتاب الاولاني كتاب عن دعوة الأمم لقبول الإيمان، أو دعوة الوثنيين لقبول الإيمان، بيبين فيه فساد العبادة الوثنية والرجاسات والعبادة الأصنام وغيره، مع مقارنة بالسمو المسيحي الفائق. دي تعتبر المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وهو كتاب بيسميه بيداغوغاس أو المعلم أو المدرب أو المهذب، يورينا كيف يعيش الإنسان المسيحي تحت قيادة المعلم اللي هو المسيح، وأن العالم كله يحتاج إلى هذا المعلم في كل الحياة، مش بس في دراسة الإنجيل أو في الكنيسة، ولكن حتى في أكله، حتى في شربه، حتى في سماعه للموسيقى، حتى في ابتسامته، حتى في طريقة مشيه. الحقيقة كتاب المعلم من الكتب الجميلة اللي تبين إزاي الكنيسة كانت تهتم حتى بصوت الإنسان، هل يبقى عالي ولا يبقى واطي، تقديس كل شيء، تقديس كل شيء، الأكل والشرب والموسيقى والمشي، كل شيء بقى مقدس لربنا. فالجانب الأولاني قلنا رفض الشر وقبول الخير، قبول الإيمان الحي. الجانب الثاني التدريب العملي تحت قيادة المسيح المدرب. الكتاب الثالث سميه ستروماتا أو المتفرقات، وده عبارة هو الحقيقة نشر وما كانش كمل، أو ما كانش عمل النهاية، أو يعني عمل فينشنج لي. كتاب المتفرقات عبارة عن الفكر الفلسفي، كل حاجة فكرها ايه. القديس كليماندوس كان دايما يلبس الثياب بتاعت الفيلسوف، وايضا اقتطف كميات كبيرة جدا من كلمات الفلاسفة. اذا النهاردة لما نتكلم عن مدرسة اسكندرية مش هنتكلم بطريقة مجرد جانب دراسي، لكن كيف انا كإنسان مسيحي أتمتع بالفكر المسيحي الحي، وإزاي أعيش بفكر متسع، وإزاي أتمتع بالمعرفة مع المعرفة أيضا الحب واتساع القلب لخلاص العالم. ربنا يدينا فرصة أتكلم عن بعض آباء مدرسة اسكندرية والعظمة بتاعتهم من جهة إمكانية أنهم يبقوا very attractive، جذابين لكل نفس، لكي تتمتع بالمسيح. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. بسم الله والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. اتكلمنا قبل كده عن مقدمة لمدرسة اسكندرية، وشفنا أنها الحديث عنها يمس حياة كل واحد فينا، ويمس حياة الكنيسة سواء الكنائس المحلية أو الكنيسة الجامعة، وإزاي ممكن تكون مدرسة اسكندرية مثل حي لفكرة وحدة الكنيسة اللي لا تقوم على الصراعات نحو السلطة، ولكن على وحدة الفكر واتساع الحب، وأيضا على وحدة الهدف وهو خلاص العالم كله وتمتعه بالحياة الإنجيلية.
هحاول اخذ بعض الشخصيات من مدرسة اسكندرية، طبعا من اهم الشخصيات البداية العلامة او اثينا غورس. البعض بيدعي ان هو يوناني عشان اسمه، لكن احنا عارفين كثير من الاسماء في مصر كانت تاخد ممكن الاسم اليوناني. هو مدير مدرسة اسكندرية اثينا غورس، وايضا تلميذه بانتينوس. لكن النهاردة هتكلم عن شخصية تلميذ بانتينوس وهو القديس كليماندوس الإسكندري. أنا أشرت القديس كليماندوس الإسكندري في المرة اللي فاتت وعن كتابه اللي بيسموه الثالوث، الكتاب الثالوثي اللي بين منهج مدرسة اسكندرية، وهو الكتاب الأولاني اللي هي الحث أو حث الوثنيين على الإيمان، اللي في اتجاه اللي هو في هجوم على الوثنية ودعوة للخلاص، اسمه بروتريبتيكوس اللي هو الحث على حث الوثنيين على قبول الإيمان. والكتاب الثاني اللي هو بيداغوغاس المدرب، والثالث اللي هو ستروماتا اللي هو المتفرقات. القديس كليماندوس كان بيلف في العالم بيدور عن الحق، ولما جه اسكندرية تقابل مع بنتينوس عميد المدرسة وأعجب به جدا وأحبه، ومن هنا بدأ يعني يعيش أو في اسكندرية وصار مديرا لمدرسة الاسكندرية، وبعد ما استمع لمحاضرات القديس بنتينوس. سيما ككاهن وبعدين بقي عميد لمدرسة اسكندرية. كليماندوس أيضا في سنة 202 حصل اضطهاد في مصر بواسطة سيفيروس، فكان ربى أوريجانوس اللي أخذ مكانه وهو راح فلسطين. ما يهمني في كليماندوس، مش هدخل في الجوانب التاريخية، أنا يهمني اللي يناسبنا أيضا في الوقت الحالي. احنا قلنا عن كتبه عن الثالوث، يعني الثلاث كتب. أيضا في كتاب حلو جدا ليه اسمه الغني، من هو الغني الذي يخلص. القديس كليماندوس عاش في اسكندرية، وفي أيامه قيل أن المسيحيين صاروا فلاسفة وأن الفلاسفة صاروا مسيحيين، وكان في نوع من العلاقة القوية جدا بين مدرسة اسكندرية الفلسفية وبين مدرسة اسكندرية المسيحية. وكان القديس كليماندوس زيه زي بنتينوس أبوه الروحي وزي أثينا غورس قبله، كانوا يلبسوا الرداء بتاع الفلاسفة وهو داخل مدرسة اسكندرية عشان تبين انه يعني ان مدرسة علمية وروحية في نفس الوقت، وان الفلسفة مش خطية او مش ما فيش عداوة بين الفلسفة والإيمان. كان في عدد كبير من الأغنياء في اسكندرية، ويبدو ان البعض بدأ يتساءل يقول له يا ترى هل ممكن نخلص وإحنا ربنا مدينا خيرات كثيرة؟ وهل لابد عشان أخلص أوزع كل اللي عندي وأعيش فقير؟ فكتب كتاب، هو الحقيقة مقال جميل ترجم للغة العربية، مين الغني الذي يخلص؟ ترجمه الله ينيح نفسه الشماس يوسف حبيب زمان. هو اتكلم عن مفهوم الغنى ومفهوم المال. قال ايه؟ قال ان الغنى عطية من ربنا، مش الغنى هيمنعني من السماء ولا الفقر هيدخلني السماء. وممكن غني يخلص وممكن غني يهلك، وممكن فقير يخلص وممكن فقير ايضا يهلك. صحيح الغنى ممكن يعثر البعض، ولكن زي ما هو بيقول لو لم توجد الثروات دي مين كان هيصرف على الفقراء؟ فالغنى في نظره موهبة أو عطية من قبل الله، ممكن للإنسان ياخد العطية دي
تكون سبب خلاص لنفسه وسبب مجده، زي ما حصل مع إبراهيم، كان غنيا جدا جدا، وما هذا إبراهيم يعتبر أب جميع المؤمنين. وممكن الغنى الواحد ينشغل بيه ويبقى أبزورد في كل ما يشغله هو الثروة، فيهلك وممكن يمارس العنف أو الطمع أو قسوة القلب أو عدم الترفق بالإخوة، فيبقى الغنى ده دي خطورته. فالغنى عطية وبركة تسند الغني، وأيضا تسند الكنيسة في خدمتها وفي اهتمامها بالفقراء. ده يعني جوهر المقال. القديس كليمندوس يشتهر بالنقطة المهمة، وهي كيف واجه الغنوصيين. صحيح يمكن ما كانوش في أيامه وصلوا للطب، لكن احنا عارفين ان الفكر الغنوصي كان موجود حتى قبل المسيحية، ودخل اليهودية وأيضا دخل في المسيحيين، واحنا عارفين قد ايه عمل لنا مشاكل في الأسبوعين الأخرانيين دول لما الفيلم بتاع دافنشي كود نزل. اعتمد هذا الفيلم على الغنوصية، اللي هو احنا احيانا كنا نسميها جنوسز، لكن هي الجي سايلنت، هي نوسز. فكلمة نوسز او جنوسز او بالعربية غنوسي او غنوسية، هي معناها معرفة، نوليدج. كانوا بيعتمدوا على ايه؟ انا مش هتكلم عن الغنوصية، ممكن مرة لوحدها اتكلم عن الفكر الغنوصي وخطورته ورأي الكنيسة فيه وموقفه، وليه كتب الغنوصيين يعني بقيت زمان طويل قرون مدفونة او محدش وصل لها غير لما حصل الاكتشاف سنة 1947، اللي هو اشهر اكتشاف لمكتبة نجا حمادي، فيها حوالي 50 مخطوط عن الغنوصية. مهمش، انا هتكلم شوية عن الغنوصية خفيف قوي عشان الجو اللي احنا عايشين فيه، سواء بالنسبة للانجيل المنحول او المزور بتاع يهوذا، وايضا بالنسبة لدافنشي. بالنسبة للغنوصية ليها عدة مبادئ، اهم مبدأ فيها هو المعرفة، عشان كده اسمها غنوصية، نوليدج. هم يؤمنوا بايه؟ يؤمنوا ان المسيحيين مجموعتين، والبعض من الفرق الغنوصية يقولوا ثلاثة. مجموعة اسمهم الكاملين، ومجموعة اسمهم يعني الجسديين، ومجموعة اسمهم النفسانيين. الجماعة اللي هم الكاملون دول الليدرز، وده لازم يكون بتول، وده يتمتع بإعلانات خاصة ومعرفة خاصة ما يعرفهاش غيره، عشان كده يعتبروا انهم اصحاب معرفة. والخطورة بتاعتهم ان هذه المعرفة ايه؟ ان الواحد يعرف جوه نفسه. تقولي طب ما الكتاب المقدس بيقول كده، والعهد الجديد والمسيح نفسه بيقول ملكوت الله في داخلكم. الفرق بين الغنوصية وبين المسيحية انه في الغنوصية بتركز على الجانب الانساني، انا جاي من فوق وانا انسان كويس، مشكلتي مش عارف نفسي، لما اعرف نفسي ابقى خلاص. المسيحية مسيحي جاي من فوق واداني ان انا ابقى من فوق بالاتحاد معاه، وبدخل اعماق جوايا، اعماقي، لارى ملكوت المسيح جواي. يعني اقدر اقول كده الغنوصية ركزت على الانسان نفسه، انثروبولوجي. المسيحية ركزت على لاهوت المسيح وعمل المسيح فينا. يعني دي بتركز ان انا انسان كويس لو اكتشفت نفسي، التاني انا ابقى كويس لما اتحد بالمسيح واعرف اعماقي الجوانية انها تحولت الى سماء. برضو حسيب الموضوع ده
نتكلم عنه بأكثر توسع فيما بعد. الجانب الثاني في الغنوصية وهي أنها تؤمن باللي بنسميه ديواليزم. ديواليزم يعني ثنائية، ثنائية في كل شيء. يعني طبعا لما بقول الغنوصية مش بقصد جميع الفرق، لأنه فيه فرق كتير، فالنتينوس وباسيليدس وماركيون وكثير من القادة، وللأسف مجموعة منهم من مصر أو على الأقل قاموا في مصر بالحركات دي، ولذلك المخطوطات الغنوصية واحدة تلاقيت اللي هي اكتشفت قريب اللي هي بتاعت إنجيل يهوذا في منطقة بني مزار جنب المنيا، والتانيين حوالي 50 مخطوط في نجع حمادي اللي اكتشف سنة 1947 وحاليا أو بعضها ترجم للغة الإنجليزية وبتهتم بها بعض الجامعات خاصة في كاليفورنيا، جامعة أظن كلايتون أو حاجة زي كده. المهم إيه فكرة الغنوصية في الدواليزم؟ هقول الخط العريض لأن ما أقدرش أدخل في تفاصيل كل فرقة من الفرق. الخط العريض إن في إلهين، في الله اللي هو يسموه سوبر بينج، الله الفائق اللي لا يرى واللي لا يدرك واللي فوق كل معرفة بشرية. هذا الإله الفائق ده إله الخير، وفي آسف أنا قلت الإله ده الإله السامي أقصد. أما الإله الثاني اللي حين تكلموا عنه إما أن يعتبروه إله شرير أو إله سفلي يعني أرضي، وهو الإله الخالق. يعني الأولاني الإله سوبر بينج، الثاني الميكر أو كرييتور. الإله الخالق بالنسبة لهم غالبا بيبقى إله شرير. ليه؟ لأنه خلق المادة وخلق الجسد وخلق العالم. وبعض الفرق منهم قالت أنه أحد الأيونات أو الانبثاقات خلقت هذا العالم وده كان غلط. إيه الفكرة؟ أنه كل ما هو روحي يبقى صالح، كل ما هو مادي يبقى شرير. فالإله اللي فوق السوبيريور ده إله صالح، الإله اللي خلق العالم وخلق الجسد وغيره ده إله شرير، ولذلك يكره العهد القديم وبالأخص مرقيون، وكثير من آباء الكنيسة ردوا عليه بقوة. ليه؟ لأن إله العهد القديم هو الإله الخالق، وحتى وعوده وعود مادية حسب فكرهم، مش قادرين ياخدوا الجانب المفهوم الروحي ليه، فما يحبوش العهد القديم ويكرهوه. بل وصل بهم الدرجة أن يقولوا إيه؟ أن السوبيريور بيينج الإله السامي ده أرسل المسيح أو يسوع وعلشان يخلص العالم من إله اليهود أو الإله الخالق. ولأنهم بيؤمنوا بالثنائية فيقولوا أن المسيح أو يسوع ما كانش إيه؟ ما كانش يحمل جسد حقيقي، لأن الجسد فيه شر، ولكن كان يحمل جسدا خياليا. والبعض قالوا أن الجسد نازل من السماء إثيري. فنظرتهم للمسيح كانت بهذه الصورة، أنه بلا جسد حقيقي، ما فيش تأنس حقيقي. الجانب الثالث يكرهوا الزواج ويعتبروه دنس ونجاسة وشر. فدي بعض الأفكار الغنوصية، انهم يركزوا على المعرفة ومعرفة النفس الداخلية والتركيز عليها مش على المسيح، الثنائية، المادة شر الى اخره. هنسيب موضوع الغنوصية نتكلم عنه فيما بعد. ايه موقف كليماندوس قديس كليماندوس السكندري من هذه الافكار؟
أول حاجة عملها القديس كليماندوس إن شال التخوف من كلمة معرفة أو جنوسيس أو نوسيس. كان الناس تبص أول ما يقولوا نوسيس معرفة يبقى ده هرطقة، أول ما يقول جنوستيك أو نوستيك يقول لك ده هرطوقي. فخلت شوهت صورة الكنيسة ليه؟ كأن الكنيسة لا تهتم بالمعرفة، وكأن المسيحيين لا يبالوا بالعلم، وأن الإنسان المسيحي يرفض المعرفة. فالقديس كليماندوس عن عمد سمى المؤمنين الصادقين الحقيقيين يسميهم نوستيك. نوستيك يعني مؤمن صاحب معرفة روحية يحيا كما يرضي ربنا. ويعتبر انه الانسان الروحي الغنوصي انسان محب للمعرفة، مش مجرد عنده معرفة كاملة، لكن يشتاق باستمرار للنمو في المعرفة كل يوم، زي ما قال بولس الرسول نامين في المعرفة. والمعرفة معرفة لكل شيء، معرفة الثالوث، معرفة السماء، معرفة العالم، معرفة الجانب الروحي، فالمعرفة في كل جوانبها. فالإنسان المسيحي الحقيقي إنسان دايما يغرف ويشتاق أن يتعرف، وهذه المعرفة أولا تيجي عن طريق الإعلان الإلهي سواء في الكتاب المقدس أو بالطرق أيضا ما بينكرش العقل ودوره لما بيتقدس بيتمتع بمعرفة حقية. ويرى أيضا القديس كليماندوس أن المعرفة تتحقق بالحب، كل ما فيش فصل بين الحق والحب وبين المعرفة والحب. الإنسان اللي عنده معرفة صادقة يتسع قلبه بالحب للكل. فكلمنا كتير القديس كليماندوس عن المعرفة، ودي تدينا ايه؟ تديني ان انا كإنسان الله ما اقولش ان ايماني هي كده، لا ابدا، انا اركع كده واقول يا ربي بنورك، يا ربي بنورك او اشرق بنورك عليا، بنورك نعاين النور، ويبقى عندي اشتياق باستمرار الى الخبرة جديدة ومعرفة جديدة للحياة السماوية والشركة مع الله. ومع هذا التجديد المستمر في المعرفة بتبقى حياة الإنسان المسيحي ملتهبة بالروح، فرحان متهلل، ما عندهوش حتة الركود أو الجفاف أو الفورماليتيز. في إيماننا نؤمن بالجانب الروحي الفائق والجانب السماوي دون انفصال عن الجانب اللي احنا بنعيش فيه في العالم. عشان كده تلاقي الكنيسة بترتبط بالجانبين. كنيسة لما تدي طقس ما تقولكش طقس يبقى غامض، لا، ليه معنى وليه مفهوم، ولازم أدوقه ولازم أعرفه، أعرفه بقلبي وفكري، ودايما معرفتي نامية فيه. فالقديس كليماندوس اهتم بالمعرفة، وأيضا اهتم القديس كليماندوس بالعلم، فلي التعليم بالنسبة لي موضوع رئيسي في حياة الكنيسة. الكنيسة معلمة، والإنسان المسيحي دايما يحب يتعلم ويشتاق أن الكل أيضا يكونوا متعلمين. القديس كليماندوس قدم لنا أيضا مفاهيم كنسية رائعة. لما يتكلم عن المزمور 150 اللي دايما بنصليه في نهاية القداس في التوزيع ويشرحه، تشعر كده أن الإنسان المسيحي أشبه بالقيثارة اللي بيلعب عليها روح الله القدوس فيطلع نغمات مفرحة.
ربنا يدينا كل نعمة وكل بركة، وأرجو أن ربنا يدينا فرصة نتكلم عن إكليماندوس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. والابن والروح القدس الله أبتدي؟ أبتدي بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد، آمين. أنا خدت المرة اللي فاتت جزء بسيط عن القديس إكليماندوس الإسكندري، وأحب برضو أدي فكرة سريعة لتلميذه العلامة أوريجانوس. شخصية العلامة أوريجانوس شخصية محيرة، ناس كتير يسألوا السؤال ده، يا ترى إيه موقف الكنيسة من العلامة أوريجانوس، أو إيه رأيك في العلامة أوريجانوس؟ من أجمل الردود اللي سمعتها من أحد الآباء الرد ده، قال في عصر أوريجانوس وجد كثير من القديسين ضده، ووجد أيضا كثير من القديسين معه، ولم يستطع أحد في ذلك الوقت أن يأخذ موقف محدد. فبالأكثر في القرن العشرين أو حاليا 21 ما نقدرش نأخذ الموقف المحدد. في رأي تاني برضو سمعته بالنسبة لأوريجانوس، يقول لك احنا مش بنكرهه كشخص، لكن لما بنرفض أوريجانوس بنرفض الأوريجانية الأفكار، سواء كان هو فعلا قالها أو تلاميذه اللي هنتكلم عنها بعد كده بعد شوي. شخصية أوريجانوس كده باختصار، في القرن اللي هو تلميذ كليماندوس في القرن الثاني، انه هو منذ طفولته هو عيل صغير كان والده يقعد معاه، وكان أوريجانوس يسأله أسئلة، وأحيانا يقف والده متحير مش عارف يرد عليها، أسئلة في الكتاب المقدس. واكتشف في ابنه أنه قلبه ناري في محبة الكتاب المقدس، وقيل أنه كان يكشف صدر ابنه هو نايم ويقبل هذا الصدر ويقول في هذا الصدر يسكن روح الله القدوس. لما حصل اضطهاد ألقي القبض على والده وصدرت الممتلكات، فصمم الشاب أوريجانوس أن يروح يستشهد مع والده، فوالدته شالت هدومه منه وقالت له مش ممكن هسمح لك، مين هيربي اخواتك، وصممت أن هو ما يطلعش. فبعت له جواب قال له فيه يا أبي، يعني كنت أتمنى أكون معك، وكنت أتمنى أن أنا أستشهد معك، ويعني شجعه وقال له إذا رجعت فأنت لست بأبي، إذا سبت من أجلنا الاستشهاد ورجعت لنا ما تبقاش باباي، لكن أحنا نفتخر أنك أنت، وأحنا نعتز بأنك أنت تبقى شهيد. أوريجانوس كان يحب المعرفة والعلم، وراح اشتغل عند سيدة غنية يوضب لها المكتبة بتاعتها، ولكن هي استضافت واحد من الهراطقة فما استريحش سابها. في أيام القديس ديمتريوس لما بقي هو عينه كعميد لمدرسة اسكندرية بعد ما القديس كليماندوس راح فلسطين أثناء الاضطهاد. شخصية أوريجانوس شخصية جميلة من نواحي، وهو أنه كان يعشق الكتاب المقدس ورجل صلاة، وقيل عنه أنه كان دايما ناسك، طبعا بتول، حب البتولية، ويقضي أغلب ليله في الصلاة مع قراية الكتاب المقدس، وأغلب نهاره في التدريس. وفي أيام الاضطهاد كان يلم التلاميذ بتوعه وينتقلوا من مكان لمكان، فكانت المدرسة مش مكان، ولكن كانت المدرسة هي أوريجانوس نفسه. المشكلة بتاعته أنه كان ليه تلاميذ بنات أو سيدات، سواء شابات أو سيدات،
وهو من غيرة قلبه المتقدة خص نفسه. فلما خص نفسه طبعا قال عشان ما أعثرش حد وعشان أقدر أخذ حريتي في التعليم. ففي يوم من الأيام هو رايح ناحية فلسطين، فاستدعاه أسقف أورشليم، وفي وجود الأساقفة وعظ، فأعجبوا به جدا. فلما أعجبوا به سمع بابا الإسكندرية ديمتريوس، فلما رجع بعت لهم وكشف عن ان هو ان الوضع ده مش صح حسب تقليد إسكندرية، يعني مش لا يجوز انه يروح يوعظ العلماني في وجود أساقفة، كان المفروض هما اللي يوعظوا بشو. ففي مرة تانية هو رايح فلسطين في أورشليم، عشان يرضوا البابا ديمتريوس فرسموه أسقف، آسف، رسموه قس أو كاهن عشان يوعظ، كانوا يحبوا وعظه جدا. ففعلا سيما قسا وقف يوعظ، سمع البابا ديمتريوس واعتبر دي كسر لقانون اسكندرية. أولا لا يجوز لي وهو خصي أنه يترسم كاهن، والجانب الثاني حسب التقليد الإسكندري لا يجوز رسام حد من إسكندرية بواسطة أسقف تاني إلا بإذن بابا الإسكندرية. واتعمل مجمع ضد أوريجانوس، غالبا فيه كان عدة اتهامات، منها أنه إزاي يقبل الكهنوت وهو خصي وده ضد القانون. كثير من الدارسين يقولوا أن كان موقف أوريجانوس موقف كويس بالآتي: أولا كان ليه شعبية على مستوى العالم كله، العالم المسيحي، وكان ممكن يأخذ موقف مضاد ويعمل حزب زي غيره من اللي كانوا بيعملوا أحزاب ضد البابا أو ضد البطريرك أو الأسقف. ولكن أوريجانوس حبه في كلمة ربنا ساب اسكندرية وراح فلسطين وأقام مدرسة هناك، وفيما بعد لما طلب من القديس ديديموس لما طلب منه أنه يرجع إلى اسكندرية رفض وقال أن فلسطين محتاجة للمدرسة. أوريجانوس عاشق الكتاب المقدس، وكان هو أول واحد يحط نظام التفسير الرمزي. أنا عايز كده أدي فكرة عن التفسير الرمزي. هو أخده من إكليماندوس، وإكليماندوس أخده من بانتينوس، لكن بينسب التفسير الرمزي لأوريجانوس لأنه هو أول واحد حط النظام نفسه، السيستم نفسه. الحاجة الثانية لأنه تفاسيره يمكن كان مبالغ فيها من الجانب الرمزي، كان يؤمن أنه كل كلمة موجودة في الكتاب المقدس لها معنى رمزي، مش كل عبارة ولا كل أصحاح ولا كل قصة، كان كل كلمة يمسك كل كلمة يديها مفهوم تاني. أنا هدي فكرة عن نظرته للتفسير الرمزي. هو يؤمن بإيه؟ بياخد الآية الموجودة في سفر أرمية لما ربنا قال لأرمية: ماذا أنت رأي أرمية؟ فقال له: قضيب لوز. وقال له: أحسنت الرؤية. وقال له أن القضيب اللوز ده هو كلمة الله. اللوزة، الناس اللي شافوا شجرة اللوز، عبارة عن اللوزة اللي بتتاكل في النص اللي احنا بناكلها ألموند، وفي الغلاف الخارجي اللي بنكسره في الكسارة، وفي اللي برا الغلاف الأخضر اللي في الشجرة، وبعد يعني وهي على الشجرة وبعدين بيبقى بني ويجف ويترمي. يعني في ثلاث حاجات: في الجوة تتاكل، اللي بره الغلاف اللي اتكسر، الثالث الغلاف اللي بيبقى عامل زي الجلد لما بينشف. فبيقول كلمة الله هي لوزة زي ما بيقول الكتاب المقدس. التفسير الحرفي اللي هو ياخد الواحد الكلمة بالكلمة بطريقة حرفية، دي القشرة البرانية. لو الواحد أكل القشرة يجيله مغص في معدته.
فكان يؤمن أن التفسير الحرفي بياخذوه البسطاء وأحيانا يضرهم، لكن لا ينكر أن في بعض آيات تفسر تفسير حرفي ولا بد من تفسيرها حرفيا، بس وراء هذا التفسير يوجد أيضا تفسير روحي. التفسير الأخلاقي هو الكفر الداخلي أو بتاع الألموند اللي هي اللوزة اللي هي لازم تتكسر عشان تأكل اللوزة، ودي التفسير الأخلاقي اللي هي النسك والمطنيات والصلوات وإزاي نسلك يعني في الحياة. وده بيقول إنه يعني حاجة جميلة لكن مش الكمال. التفسير الروحي أو الرمزي اللي هي الألموند نفسها اللي هو يأكلها الواحد فيشبع منها، ده اللي هو اللقاء الحي مع كلمة الله مع رب المجد يسوع والتمتع بعمله في الإنسان. فهو يؤمن أن الكتاب المقدس وهو كتاب في إيديا جواه المسيح نفسه، فلما بقرأ الكتاب ما أقفش عند الحرف ولا عند الأخلاقيات حسلك إزاي وعيش إزاي، لكن أدخل في حوار وفي متعة وفي اتحاد وفي شركة مع المسيح. أيضا إدى مثل تاني، قال مثلا فلك نوح، الطبقة اللي فوق خالص فيها نوح وولاده ومراته وستته 8 أنفار. ده يمثل تفسير الايه؟ تفسير الروحي اللي الإنسان يعلو مع نوح وعيلته عشان يعيش في شركة مع الله. الطبقة اللي تحته طبقة الحيوانات والطيور الطاهرة، وده التفسير الأخلاقي، يبقى الواحد زي الحيوان الطاهر أو الطائر الطاهر. الطبقة التحتانية خالص يقول إنها دي كانت للحيوانات والطيور النجسة، فده التفسير الحرفي إن الواحد يقرأ الكتاب المقدس ما يستفدش منه لأنه بياخد الجانب الحرفي ويسيب الجانب الروحي، ومع هذا أحيانا يستخدم الجانب الحرفي مع الجانب الرمزي. بس ما نقدرش ننكر أنه بالغ كثيرا في التفسير الرمزي للكتاب المقدس. يرى أوريجانوس أن الكتاب المقدس له في كل كلمة معنى، الأسماء سواء أسماء الناس أو البلاد أو القبائل، أيضا الألوان، الأحداث، كل حاجة ليها معنى. حدي مثل لكده، طبعا أخذ عنه بعد كده أغسطينوس وجيروم كثير من القديسين، والأكثر واحد أخذ منه التفسير الرمزي أيضا تلميذه القديس أولوريوس أسقف نيسوس أو النيسي. عايز أدي فكرة عن إيه فكرة التفسير الرمزي، يعني مثلا يقول ايه؟ يقول لما شعب بني اسرائيل طلع من رعمسيس من مصر ومشي لغاية ما وصل لغاية مؤاب، جبال مؤاب على حدود الاردن، وبعدين يشوع اخذ الشعب ودخل ارض كنعان. فيقول المحطات الموجودة دي رمز لما بنقرا النسب او الانساب بتاعت المسيح بنلاقي نفس العدد، يعني عباره عن ان الانسان المسيحي هو طالع من رعمسيس. رعمسيس في نظره معناها confusion، ارتباك او فساد، فبيقول الانسان عشان ينطلق من رعمسيس ويدخل الى كنعان السماويه لابد ان يمشي المرحله بتاعت شعب بني اليهود في ارض سيناء. فيعرف كل محطة مفهوم روحي، يعني ما يجي عند قديش يقول لك دي تمثل القداسة، فيبقى لازم الإنسان في مرحلته يبقى في قداسة. لما يجي في منطقة سين يقول لك دي التجربة، طول ما احنا في عبور من العالم للسماء يبقى ايه؟ يبقى احنا نقبل التجارب والآلام ولكن في حياة مقدسة وإلى آخره. أوريجانوس يرى في الكتاب المقدس ان هي عباره، ان الكتاب المقدس عباره عن رحله النفس من العالم لغايه ما توصل الى حضن الاب،
أو هي دخول بالنفس من العالم إلى السماء. ففي الرحلة دي مثلا يقول إيه؟ يقول إن الرحلة كانت عبارة عن النظام بتاعها المحلة عبارة عن 12 سبط، 3 أسباط في الشرق، 3 أو في المقدمة، 3 في المؤخرة، 3 على الشمال و3 على اليمين. ولو بصينا 3 من كل جانب من 4 جوانب، لو أنا طيارة هليكوبتر كده من فوق أبص للمحلة يبقى شايف إيه؟ منظر صليب. في النص، نص المحلة، نلاقي تابوت العهد وشايل وإيه؟ وموجود موسى النبي وهارون، واللاويين برضو واخدين 3 أجزاء. الجزء القداماني يمثل المقدمة، يبقى إيه؟ تابوت العهد، الحضرة الإلهية، موسى يمثل كلمة، هارون يمثل الكهنوت. فيبقى الحضرة الإلهية مع الكلمة مع الكهنوت، يبقى هنا المسيح قائد الموكب. وبعدين 3 عشائر بتوع اللاويين من 3 جوانب الأخرى، يبقى صليب صغير جوه الصليب الكبير. أنا مش عارف سهل ولا صعب تتخيلوه. يعني لو قلنا الصليب ده كده، 3 من هنا و3 من هنا و3 من هنا و3 من هنا، ده المحلة كلها. الصليب اللي في النص هنلاقي تابوت العهد ومعاه هارون وموسى يمثل المسيح رب المجد، كلمة الله ورئيس الكهنة الأعظم السماوي، والثلاث عشائر بتوع اللاويين. فيبقى هنا المسيح المصلوب وهنا الكنيسة المصلوب. يبقى لا يمكن للكنيسة أن تعبر من رعمسيس إلى كنعان ما لم تقبل في داخلها المسيح المصلوب، لكيما هي أيضا تشترك معه في الصليب بتاعها. أما عن الأعداد والألوان فلا حصر للتفاسير بتاعته. يعني لو رجعنا لسفر العدد بالذات، أنا يعني اللي شوقني إن أنا أكتب عن سفر العدد هو تفسير أو عظات العلامة أوريجانوس عن سفر العدد. هدي مثل بس للفكر الرمزي عشان نبقى عارفينه. يعني مثلا رقم 12، ليه المسيح اختار 12 تلميذ؟ وليه شعب بني إسرائيل كانوا ليهم 12 سبط؟ وليه أبواب أورشليم في السماء 12 باب؟ إلى آخره. العالم فيه الشرق والغرب والشمال والجنوب، 4 اتجاهات. الله ثالوث قدوس، الآب والابن والروح القدس. ففي الشرق يملك الله، في الغرب يملك الله، في الشمال يملك الله، في الغرب يملك الله. 3 × 4 يبقى 12، يبقى رقم 12 يشير مملكة الله في المشارق والمغارب والشمال والجنوب. ولهذا لما يبقوا 12 سبط كان إشارة إلى أنه كنيسة المسيح لابد أن تمتد إلى كل المشارق والمغارب والشمال والجنوب. ولما نلاقي أورشليم لها 3 أبواب من كل ناحية، تشير إلى مملكة المسيح اللي كانت الناس اللي عاشوا في الملكوت على الأرض يطلعوا في أورشليم، فيروا أنهم كانوا أيقونة لأورشليم حيث يملك الثالوث القدوس في السماء على السمائيين وأيضا على البشريين. أرقام كثيرة في كل رقم. كل رقم، رقم 2 مثلا يشير الرقم إلى الحب، يصير الاثنان واحدا في الزواج. ولما السيد المسيح اتكلم عن الأرملة اللي قدمت في الصندوق، قدمت فلسين، يعني قدمت قلبها، قدمت حبها. والسامري الصالح اللي هو يشير إلى السيد المسيح لأنه صالح، ايضا السامري قدم دينارين او فلسين في الفندق من اجل هذا الانسان. والكتاب المقدس عهدين لانه عهد الحب، ووصيه الحب وصيتين، حب الرب الهك، والوصيه الاخرى مثلها حب قريبك كنفسك. فرقم 2 يشير الى الحب لله والحب للناس. دي صوره مبسطه عن الجانب الرمزي للأرقام. طبعا بالنسبة للألوان كل لون ليه معنى،
اللون الأزرق يشير للسماء، اللون الأحمر يشير للخلاص إلى آخره، اللون الأبيض يشير للطهارة. فلما ندرس كتابات العلامة أوريجانوس نشوف قد إيه كان عايش بهذا الجو الروحي. أرجو أن ربنا يدينا فرصة تانية نتكلم عن شخصية العلامة أوريجانوس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.